بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أنا دكتورة سوسن ناجي التميمي، وهذه قناتي. إذا لم تكونوا مشتركا في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سأحدثكم عن متلازمة بهجت. ما هي هذه المتلازمة؟ هذا هو عبارة عن مرض من أمراض المناعة الذاتية، حيث أن الجهاز المناعي سيقوم بمهاجمة خلايا الجسم ذاتها، وذلك لعدم تعرفه عليها، حيث أنه سيعتبرها جسم غريب وبالتالي يقوم بالهجوم عليها. وقد تحدثت كثيرا عن أمراض المناعة الذاتية في الكثير من الفيديوهات في قناتي. طبعا المرض هذا مهم جدا أنه نشخصه مبكرا، يجب تشخيصه مبكرا. لماذا؟ لأنه إذا لم يشخص بشكل مبكر فسيؤدي إلى العديد من المضاعفات. من أهم هذه المضاعفات هو فقدان البصر بشكل نهائي، والشيء الآخر هو حدوث جلطات سواء شريانية أو وريدية، مثلا جلطة في الدماغ، جلطة في القلب، جلطة في أي شريان أو وريد، وهذا الموضوع خطير جدا. بالتالي يعني يجب إنه التنبيه لبعض النقاط التي ممكن أن تؤدي إلى التشخيص المبكر لهذا المرض. أهم شيء يعني هو قرح الفم. قرح الفم، العديد من الأشخاص ممكن أن يعني يحدث لهم قرح فم في حياتهم. لا يعني أنه أنت لديك مرض بهجت، لا، ولكن أي شخص لديه قرح بالفم يجب أن يضع هذا المرض يعني في من ضمن التشخيص التفريقي. فما الذي يعني سيفارق قرح الفم العادية من قرح الفم التي ستكون يعني بسبب مرض بهجت؟ عادة قرح الفم التي تكون بسبب مرض بهجت تكون قرح كبيرة أكبر من القرحة العادية، وكذلك مؤلمة جدا، وتستغرق وقت كبير لكي يعني تشفى. أضف إلى ذلك أنه سيعاني الشخص من قرح فموية متكررة، يعني ممكن أكثر من 3 مرات خلال السنة أو أكثر. احيانا يعني ممكن بشكل دائم ياتي المريض يقول لك انا يعني القرح في فمي لا تكاد تشفى الاولى حتى تظهر قرحه ثانيه. هنا يجب الانتباه انه ممكن هذه القرح تكون بسبب مرض بهجت. ما هو السؤال الثاني الذي يجب ان يساله المريض لنفسه او الطبيب يساله المريض؟ هو هل توجد قرح في اماكن اخرى؟ مثلا هل توجد قرح في المناطق التناسليه؟ هنا إذا وجدت قرح فموية مع قرح في المناطق التناسلية سيزيد يعني الاحتمال أن يكون السبب مرض بهجت بنسبة عالية جدا. سيتبقى شيء واحد، إنه هذا المريض إذا هناك أي أعراض في عينه إنه يراجع طبيب العيون، وبالتالي تحديد ماذا تأثير مرض بهجت على العين. هنا سيشخص مرض بهجت. الشيء الذي أريد أن أخبركم به إنه هذا المرض ليس لديه مثلا، لا يوجد يعني فحص مخبري أنا ممكن أعمله وأؤكد لك إنه هذا مرض بهجت، لا يوجد. بالتالي لابد من الانتباه في أخذ ماذا التاريخ المرضي من المريض، لأنه هذا يشخص عن طريق أنك تستبعد بقية الأمراض، وتكون هناك ماذا قصة مرضية يعني تؤدي بك إلى الحكم بأنه هذا هو مرض بهجت. تمام. طبعا المرض هذا ممكن أن يأتي بأي شكل من الأشكال، ولكن يعني أهم شيء أردت التنبيه له في هذا الفيديو هو قرح الفم، لأنه قرح الفم إذا اكتشفت المرض بهذه المرحلة هنا يعني ستكون في البداية، وسيأخذ المريض العلاج المناسب ولن يدخل بالمضاعفات. لكن ممكن أن يأتي إليك مريض بهجت بجلطة، جلطة في الدماغ، جلطة في القلب، جلطة في الرجل، جلطة في أي شريان من الشرايين أو في أي وريد من الأوردة. ممكن أن يأتي هذا المريض بنزيف في أي مكان، لأنه هذا المرض ممكن أن يؤثر على الأوعية الدموية، سواء الأوعية الدموية الصغيرة ابتداء من الشعيرات الدموية، حتى الأوعية الدموية الصغيرة، الأوعية الدموية الوسطى والكبيرة. ممكن أن يضرب أي وعاء دموي كان شرياني أو وريدي. لذلك ممكن أن يأتي هذا المريض مثلا يشخص بالتهاب سحايا، يأتي إلى الطوارئ ويشخص بالتهاب سحايا.
بالبزل للسائل النخاع الشوكي. لا تظهر هناك يعني أشياء تدل على مثلا التهاب فيروسي أو بكتيري أو مثلا تي بي أو فطريات أو غيره، ولا يستجيب المريض للأدوية. هنا ممكن يعني المرض بهجت يكون من أحد الأسباب. لذلك حتى في مريض التهاب سحايا لم يستجيب، يعني لم يستجب للدواء، لا ليس هناك يعني إنه مانع إنه أنت تسأل هذا المريض، يعني لن يأخذ منك وقت إنه أنت تسأل المريض هل لديك قرح. هذا سؤال مهم، هل لديك قرح مثلا بالفم أو قرح يعني بالمناطق التناسلية. هذه السؤال، لأنه هذا مرض ممكن أن يأتي بأي طريقة، ممكن أن يذهب كذلك المريض إلى طبيب العيون ولكن بعد أن تكون قد تأثرت عينه، ممكن أنه طبيب العيون يعني يعالجه، يعني تكون في مراحل أولى تمام، وهذا المريض لن يحتاج فقط إلى يعني لطبيب العيون فقط، طبيب العيون سيهتم بالعين، ولكن المرض يعني بشكل عام يعني يحتاج إلى يعني دخول للمستشفى مثلا، بالذات في حال إنه العين بدأت تتأثر يحتاج إلى دخول للمستشفى وإشراف مباشر من قبل طبيب الأمراض الروماتيزمية حتى يأخذ المريض هذا العلاج المناسب. بالتالي يجب الانتباه لهذه النقطة. حتى يعني ممكن أن يأتي المريض إليك المشكلة، أحيانا يأتي المريض ويكون لديه ماذا؟ قرح بالفم، قرح بالفم، ويكون لديه كذلك يشكو من وجع في بطنه، من وجع في بطنه، إسهال. فيفكر الشخص إنه هذا المريض ممكن يكون مثلا عنده سيلياك أو عنده مثلا كرونز أو عنده أي التهاب، يعني أي التهاب مناعي كذلك ممكن أن يؤدي إلى ماذا؟ أن يؤدي إلى تقرحات بالفم. التهابات المعدة نفسها، التهاب جدار المعدة نفسه، الارتداد المريدي الذي الارتداد المريئي ممكن أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى حدوث قرح بالفم. فمع وجود أعراض معدية معوية، كثير من الأشخاص يبدأ بالتفكير إنه خلاص هذه القرح إذن سببها المشاكل في الجهاز الهضمي، ويتم تحويل هذا المريض إلى اختصاص الجهاز الهضمي، ويتنظر يعني منظار من فوق ومنظار كذلك للقولون، منظار يعني علوي ومنظار سفلي، ولا يظهر إنه هذا المريض لديه شيء. قبل هذا كله يجب أخذ قصة مرضية يعني من هذا المريض، والانتباه لشكل هذه القرح، لأنه يعني ممكن أن بعض الأعراض الأخرى تقوم بالتضليل، مثل ما أخبرتكم عندما تكون هناك قرح معدية يعني مشاكل أو أعراض معدية معوية، هنا ستذهب بالتفكير باتجاه ماذا؟ باتجاه الجهاز الهضمي. ولكن لأنه هذا المرض أصلا يضرب الأوعية الدموية نتيجة يعني الفاسكولايتيز، التهاب الأوعية الدموية، هذا سيؤدي إلى وجود ماذا؟ إلى وجود وجع في البطن. هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود أوجاع في البطن. من أهم أسباب الأوجاع بالبطن الفاسكولايتيز، التهاب الأوعية الدموية، وهذا سيعمل التهاب الأوعية الدموية بشكل عام مثل ما أخبرتكم. كذلك هذا المريض ممكن أن يأتي للطوارئ ويكون عنده جلطات مثل ما أخبرتكم، أو مثلا يعني جلطات وريدية أو شريانية، ممكن أن تكون هناك مشاكل في الجلد تمام، مثل تقيحات، أو شخص يعني كان ليس يعني لم يعاني من حب شباب فجأة صار لديه حب شباب، وصارت هذه الحبوب صارت مع تقيحات. هذه الأعراض ممكن أن تؤدي للتفكير مع قرح الفم إنه ممكن يكون هذا مرض بهجت. طيب يعني أنت الآن جمعت يعني بعض الأعراض تمام، وبعض العلامات الموجودة يعني، والشكاوي من المريض، وأخذت قصة مرضية. هناك فحص ممكن يعني الأطباء، نحن كأطباء نعمله، فحص اسمه الباثولوجي تيست. هذا الباثولوجي تيست إنه عندما تأتي يعني نحن معروف إنه عندما تأتي بإبرة ويعني يتم أخذ الجلد بالإبرة ومن ثم أخذها، إنه بالإنسان الطبيعي يعني خلاص
ستنسى هذه الوخزة، أنت أصلا ستنساها. لكن في مرض بهجت ستلاحظ أنه خلال يعني 48 ساعة، ممكن خلال هذه الفترة لا تذهب هذه الوخزة هكذا مثل أي وخزة ولا تحس بها، وإنما سيتكون في مكان الوخزة، يعني ستتكون هناك يعني لجن، يعني سيكون يا إما تقيح، أو مثلا يعني لن يذهب، لن تكون بشكل بسيط، يعني ستكون وخزة وانتهت من الجلد، لا، ستضع مكانها حبة صغيرة مع تقيح، هذا سيؤدي إنه نحن نقول إنه هذا بوزيتيف باثولوجي تيست، وبالتالي ممكن أن تفكر بماذا؟ تفكر خلاص إنه هذا المريض لديه مرض بهجت. فمرض بهجت مهم جدا، مهم جدا إنه تتعرف عليه بشكل مبكر حتى تتجنب المضاعفات. حتى تتجنب المضاعفات لابد إنه واحد يتعرف عن يعني هذا المرض، سواء يعني الأطباء سواء المرضى، يعني يجب نشر الوعي بهذا المرض، يجب نشر الوعي، لأنه أحيانا سبحان الله يكون مثلا الطبيب لديه الكثير من المرضى وغير يعني مركز إنه يأتي يسألك عن كل شيء. أنت إذا سمعت مثلا هذا الفيديو أو سمعت أي فيديو عن مرض بهجت وصار عندك يعني فكرة عن هذا المرض، ممكن بنفسك أن تأتي وتقدم القصة المرضية، بحيث أنه يكون كل شيء جاهز، الطبيب ما عليه إلا ماذا؟ إلا التشخيص. تأتي إليه وتقول هناك قرح بالفم، تزيده وتقول هناك قرح مثلا في المناطق التناسلية، أو مثلا ممكن أن هناك مشكلة مثلا، بالإضافة إلى هناك مشكلة في رؤية مثلا. هذه الأشياء ممكن أن تساعد الطبيب في التشخيص وتساعد المريض إنه يستفيد من العلاج بشكل مبكر. بالنسبة للعلاج، سيقوم الطبيب بتحديد نوع العلاج الذي يحتاجه المريض. مثلا ممكن بعض المرضى لا يحتاج سوى دواء بسيط كولتشيسين مثلا، بعض المرضى ممكن أن يحتاج يعني كورتيكوستيرويد، بعض هذه الاستيرويدات، بعض المرضى ممكن أن يحتاج إلى علاجات بيولوجيكال تبعا لكل حالة. بعض المريض ممكن أن يعالجه الـ يعني الطبيب في البيت، بعض المرضى لابد من إدخاله إلى المستشفى، وهكذا. مريض أتى بالتهاب سحايا، مريض أتى بجلطة وريدية، مريض أتى بجلطة شريانية، مريض أتى بمشاكل في العين، بناء على وضع المريض ستكون الخطة العلاجية. في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وفي أمان الله.